جولتنا عبر اهتمامات الصحف في أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين، حيث ذكرت صحيفة إنفوباي أن الحكومة الأرجنتينية طلبت من نيكاراغوا اعتقال مسؤول إيراني كبير متورط في الهجوم على مركز إسرائيلي في بونوس آيرس سنة 1994. وبحسب الصحيفة فقد أرسلت وزارة الخارجية مذكرة احتجاج إلى سفارة نيكاراغوا التي استضافت نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن الرضائي والمسؤول وفق العدالة الأرجنتينية عن التخطيط للهجوم على المركز الإسرائيلي. وفي البرازيل أفادت أوغلوبو أنه ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مسرعهم، فيما تم إجلاء 100 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية في جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة خلفت إلى حد الآن 19 قتيلا ونحو 4000 بدون مأوى. وأبرزت الجريدة أن حجم التساقطات المطر يتضاعف منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن عزل مجموعة من المدن بسبب الفيضانات. وفي كولومبيا أفادت صحيفة الإيرالدو بأن نائبة الرئيس ووزيرة خارجية البلاد مارتا لوسيا راميرز قالت إنها سأمل في أن تتعامل الحكومة الإسبانية مع جميع المرشحين للرئاسة في هذا البلد بنفس المعاملة التي حظي بها السيناتور اليساري غوستافو بيترو الذي قام بزيارة لمدريد. وكان نائب برلماني قد طلب من مارتا لوسيا راميرز أن تحتج لدى إسبانيا بسبب انتهاك سيادة كولومبيا من طرف الحكومة الإسبانية.